السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده جولة جديدة ان شاء الله، هجيب صالون جديد ان شاء الله، فقلت اخد رأيكم. انا في طنان معرض الأميرة قمر، تعالوا شوفوا الجمال كده وقولوا رأيكم كده في التعليقات. ده يا جماعة برضه صالون جديد 2021 من معرض الأميرة قمر، برضه بنحاول احنا برضه ايه كل يوم ان شاء الله زي ما وعدناكم هننزل جديد بإذن الله. ده صالون برضه ممتاز جدا، خشب زان أحمر قماش فيردي اللي هو الجلد المقلوب. انا برضه هنقرب لكم شويه من الايه من الكابوتين عشان تقدروا تحددوا الشغل اهو. وده الخشب بتاعه والدهانات بتاعته، هو الدهان بتاعه مط يا جماعه مش لامع، مط تمام. ده الشغل بتاع القمر بتاعه اهو. دي الكنبه من تحت كده واخده نفس شغل القيمه اللي فوق بالظبط. دي الكنبة الكبيرة، الاتنين كرسي وتلات طقم زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. فعلا شكله فعلا روعة ما شاء الله، ممتاز جدا ممتاز جدا، ربنا يجعله يا رب مبروك على اللي هياخده. اللهم امين يا رب، اللهم امين. ده البنك بتاعه شايفين اختراع، البنك تحت اختراع ما شاء الله تبارك الله. ودي الترابيزة بتاعته بروخان نفس شكل الدهان. الكنبة التانية صغيرة برضه اهي. ده يا جماعة إن شاء الله بإذن الله إحنا المفروض يعني 22 23، لا إحنا النهاردة هنعمل عليه خصم كويس عشان خاطر متابعين القناة بس، وعايزين نخدم الناس بتوعها. هيبقى ب 16500 بس. ده 16500 لمتابعين القناه فقط. وبكده خلصنا الصالون التحفه ده، شايفين روعه بجد، بسم الله تبارك الله، شايفين الجمال. دلوقتي هنشوف مع بعض باقي الموديلات 2021.
عندنا قسم الانتريهات اهي، شايفين الجمال ده؟ زيتي في بيج، هنا السفنج مكثف، شايفين ما شاء الله. دي خديديات مشجره وفينها ساده، الزيتي والبيج. تعال نشوف انتري كمان، ده كحلي في كشمير، شايفين الجمال برضه. السفنج برضه مكثف، ده يعتبر جلد المقلوب مش القطيفه، ده طالع موضه عن القطيفه. شايفين خامة الجلد القطيفة ده؟ ده كمان عنتري. شايفين الجمال؟ روعة. وسعره جنان، يعتبر هنا كنبتين وكرسيين. شايفين الانتريه جميل ازاي؟ روعة. ما شاء الله اللي هي الجديدة ده، اللي هي الجلد المقلوب دي او الجلد المشحم اهي، شايفين روعة ازاي؟ شايفين السفنج؟ ما شاء الله ما بيهبطش. هي عبارة عن كنبتين جراي واخضر فاتح اهي وكرسيين، وسعره جنان 7500.
هنا طلعنا على غرف النوم اهي، دي غرفة الملكة، شايفين جميلة ازاي؟ ده السرير بتاعها، اتنين كومودينو، شايفين جميلة ازاي؟ حوالي خمس ادراج اهو، اتنين اتنين واتنين وواحدة في النص، يبقى خمسة. وده الباكيت بتاعها اهو، سحارة تحطي فيها أي حاجة في السحارة، شايفين جميلة ازاي؟ روعة بجد ما شاء الله، خشب روعة. دي حتى برضه الجين اهي. دي يا جماعة غرفة اسمها الملكة زي ما انتوا عارفين طبعا، والأستاذة كانت شرحتها قبل كده، هنشرحها بالظبط بتفاصيله، بس هنبتدي نفرجكم الأول على الغرفة كده الأول. ده البرواز بتاع التسريحة، شايفين القلمة بتاعته عاملة ازاي وتشطيب الدهان اهو، ودي التسريحة، تسريحة خمسة درجة كبار، كل شغلها زان، وين بتاعتها كلها زان أحمر. ده السرير الاتنين كومودينو بتوعه، طبعا كل كومودينو اتنين درجة كبار. ده البنك بتاعه، يبقى ورا السرير على طول، نكمل بقى الشكل بتاع السرير. ودي طبعا الشفونيرة بتاعتها. تعالوا نشرح تفاصيل الغرفة مع بعض كده واحدة واحدة. الدولاب من جوه، الضرفة اللي على اليمين دي بتبقى اتنين رف، اتنين رف كبار وشماعة. ادي الدولاب اهو، الدولاب على فكرة يا جماعة واسع جدا، عرض الدولاب 70 سنتي، فعلا مساحة فعلا واسعة ما شاء الله. التقسيمة اللي في النص بتختلف شوية، بتبقى زي نظام المكتبة اهي، التقسيمة اللي في النص برضه بتختلف شوية اهي. دول درجين يا جماعة اللي في شايفينهم في قلب الدولاب دول، وهنا نظام مكتبة ورفوف صغيرة ورف واحد بس كبير فوق. ما شاء الله جميل. ممتازة جدا بفضل الله، ومحققة مبيعات جميلة جدا بفضل الله. ده بالنسبة لتقسيمة الدولاب من جوه. وري شكل الأوضة تاني. بالنسبة للتسريحة برضو يا جماعة، هنبتدي إيه نفرقوا على الأدراج بتاعتها كده والخشب بتاعها. ده الخشب بتاعها اهو من الجنب اهو، ده خشب زان كله، والمجر بتاعتها اهي، والدرج من جوه كلها زان اهي ما شاء الله تبارك الله. خمس ادراج بالظبط فين؟ في التسريح. دي السحاره او البنكت بتاعها زي ما بنقول، بيتفتح سحاره برضو اهو اهو، الاتنين كومودينو بتوعها دي يا جماعة المفروض تتباع ب 20 و 22000، عاملين عليها خصم النهاردة ب 16500 عشان خاطر متابعين القناة فقط، 16500. اللي هيجي طبعا تبع القناة هيتعمل له الخصم ده، هياخدوا الغرفة دي ب 16500 لمتابعين القناة فقط. شايفين غرفة النوم دي جميلة ازاي؟ روعة جدا. ده البف بتاعها، بنك التسريحة، ده الدولاب.
مستنيه بقى رايكم في التعليقات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا بقى الفيديو لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.